بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية إكبار وإجلال إلى شهداءنا الأبرار وتحية إكبار وإجلال إلى المعتقلين الرازحين في سجون الظلم والظالمين بهذه المناسبة العطرة التي ألح عليها كل شعب البحرين نتقدم بكل الوفاء لدماء الشهداء وإننا نعاهدهم كما عاهدناهم في الأيام أو السنين السابقة سنمضي إلى الدوار زاحفين رغم كل ما نظمه النظام أو كل ما نزله النظام من جيش إلا إننا أقسمنا على أنفسنا إننا سننزل الميدان وإننا نتوقع عواقبها ونحن إن شاء الله نعاهدكم كما عاهدناكم باقون في الساحات رغم كل الحصار سنبقى ونطالب بكل سلمية نطالب حتى تحقيق مطالبنا بكل سلمية وأما عن الشهداء فلهم الأجر لقد رفعوا رأسنا في الساحات وفي أنحاء العالم بما قدموه لهذا الشعب المظلوم ونحن نستحق من جميع القوى من الاتحاد الأوروبي أن ينظر إلينا إننا شعب مظلوم نطالب بكل سلمية عن حقوقنا فأينك أيها المنظمات فلانظري أيها المنظمات إلى السجون التي مليئت بالشباب والنظام لا زال يتجبر ويتغطرس ويقتل من يقتل ويسجن من يسجن إلا أن الحراك لن يتوقف إلا بتحقيق مطالبنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.